لكم يا جماعه النهارده في حلقه جديده، واخيرا رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. والنهارده اخيرا خلصنا التريلر رياكشنز بتوع مسلسلات رمضان اللي هو الحمد لله اخيرا خلصناهم. كميه التريلر رياكشنز اللي الواحد عملها الفتره اللي فاتت يعني تقريبا فوق ال 20 فيديو، يعني والنبي عايزين بقى دعم زي ما انا مظبطكم فيديوهات اهو. انتوا بقى ظبطوني شويه لايكس وظبطوني شويه سبسكرايبرز شير كومنتس، يعني ظبطوني زي ما بظبطكم، يعني عايز اشوف شويه دعم، لان انا الفتره اللي فاتت دي بصراحه يعني انا اتفحت يعني جامد جدا. تريلر رياكشنز وبعمل ومسلسلات رمضان وهتفرج، ومسلسلات انجلش وبتفرج، افلام وبتفرج وبعمل لكم ريفيو، وزي ما بنزل لكم فيديوهات. انا تقريبا دايما يعني الفتره اللي فاتت بس حرفيا بدون مبالغه انا تقريبا منزل فوق ال 20 فيديو في خلال اسبوع او اسبوعين. انا جات لي فتره كنت بنزل فيديو في اليوم او فيديوهين في اليوم، فده بالنسبه لي رقم قياسي، وبالنسبه لاي حد رقم قياسي، لان انا حرفيا انا مش بشوف اي حد بيعمل اللي انا بعمله ده، ما بشوفش اي حد ان هو بينزل فيديو او اتنين في اليوم. فظبطوني زي ما بظبطكم، يعني اهو، يعني اديني شغلي وبعمله يعني فيديوز وبنزل لكم، انتوا بقى ظبطوني لايكات وسبسكرايبر وشير وكومنت وظبطوني يعني. واتمنى بجد يعني فعلا انكم تدعموني بجد، لان فعلا الفتره اللي جايه هتبقى فتره صعبه جدا، سواء بمسلسلات رمضان او سواء بالمسلسلات العاديه اللي هي الاجنبي، ف او الافلام الانجليش او الريفيوز العاديه بتاعه الافلام الانجليش. بالنسبه للستيفلر رياكشن الفتره اللي جايه بالنسبه للافلام الانجليش، ما اعتقدش هيبقى فيه ستيفلر رياكشن للافلام الانجليش، لان مش هيبقى فيه اصلا افلام، يعني ما فيش افلام جديده بتنزل، زي مثلا الفيلم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو كابون، اللي كان اسمه فانزو، الاول كان اسمه فانزو وبعد كده غيروا الاسم لكابون بتاع توم هاردي. الفيلم ده مثلا كان المفروض ينزل في السينما، وبعد كده رجعوا في كلامهم عشان الحوار اللي احنا عايشينه اليومين دول يعني، فرجعوا قالوا ان هو هينزلوه عادي اونلاين، وهيبقى متاح اونلاين ان كله هيتفرج عليه 12 مايو السنه دي في 2020. واللي مستغربه جدا ان مثلا فيلم زي ده مثلا مش نتفليكس اللي شارياه، يعني انا متاكد 100% الفيلم ده لو كان حاجه زي نتفليكس شارياه كان هيعمل ضجه كبيره جدا، زي مثلا فيلم ذا ايرشمان. ما اعرفش ليه عندي احساس ان الفيلم ده هيترشح كتير برضو من الاوسكار، واولهم هيبقى توم هاردي كاحسن ممثل. بالنسبه للدعم يعني شويه دعم بقى بصراحه الفتره اللي جايه، هبرجع لكم التريلر تاني لسه ما شفتوش، فهخش قبل ما التريلر هقول لكم كام كلمه. ظبطوني بقى شويه شير شويه لايكس شويه كومنتس شويه سبسكرايبرز، لان انا فعلا بجد الفتره اللي فاتت دي انا اتفحت حرفيا من فيديوهات، ولسه الفتره اللي جايه هيبقى صعبه اكتر واكتر واكتر، لان هيبقى في مسلسلات رمضان. بالنسبه للمسلسلات الانجليش هنريح شويه مسلسلات انجليش، وهنخش مسلسلات انجليش بعد مسلسلات رمضان، لان هيبقى صعب قوي اتفرج مسلسلات اجنبي يعني في رمضان، غير اصلا كمان الزحمه بتاعت مسلسلات بتاعت رمضان، وهتخش كمان بقى مسلسلات انجلش معاها، فهيبقى بالنسبه لي الموضوع هيبقى صعب قوي يعني. وافلام طبعا مفيش افلام جديده عدله نزلت، يعني حتى الموفي ريفيوز الافلام الانجلش مش شايف اي حاجه مستاهله ان احنا ممكن نتفرج عليها نعمل لها ريفيو. ممكن نعمل هوم سينما في البيت، ممكن هوم سينما في البيت احسن من ان احنا نعمل موفي ريفيو، لان اصلا زي ما قلت مفيش اي افلام الواحد ممكن يتفرج عليها. بالنسبه للتريلر اللي معانا النهارده هنتكلم على القصة على فكرة قصة حقيقية، ترو ايفنتس، ده اللي أعرفه إن هي قصة حقيقية بتاعت الكابون. بعد ما خرج من السجن، وهيتكلم بقى عن الفترة دي بعد ما قضى 10 سنين في السجن. ومعانا في الكاست ليست طبعا الحاجة تشرف بجد توم هاردي، وهيبقى معانا كمان مات ديلن اللي أنا معرفش هو ما بيشتغلش ليه، بقاله كتير جدا معرفش ليه مش شغال يعني. مخرج والكاتب بتاع الفيلم هو جوش ترانك ده اللي كان عامل فيلم فانتاستيك فور، واللي كان عامل كرونيكلز فيلم حلو، بس فانتاستيك فور ده اللي كان بصراحه كان زي الزفت، وحش جدا وما انصحش بيه اي حد يتفرج عليه. الفيلم ده هينزل في مايو زي ما قلنا 12 مايو، هيبقى متاح على الاونلاين، كله طبعا هيتفرج عليه. ما اعرفش ليه هم ما صبروش ليه، وممكن ينزلوا فيلم زي ده في السينما، او كانوا مثلا مدوه لحد اخر السنه زي ما الافلام الثانيه عمالين يمدوها. الافلام اللي كانت المفروض تنزل الشهر ده او الشهر اللي جاي مدوها لنوفمبر وديسمبر، الله اعلم. فنفس الفكره، الفيلم ده برده كان المفروض ان هم يمدوه احسن ان احنا هنتفرج عليه في السينما، كان هيبقى احسن بكتير ان احنا نتفرج عليه اونلاين يعني، بس اهو خلاص يعني براحتهم يعني هنزلوه اونلاين. اوكي اونلاين اتفرج دلوقتي على التريلر
بتاع الفيلم كابون اللي طبعا مش شفتوش ولا مره، ده الاوفيشال تريلر هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. How about if I go for an hour, ladies and gentlemen? Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? Hitler's dead. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. That goon's walking around. Guys like you own this place $10 million. If you ever get him to talk. We made a promise. The only thing that really matters. واو، تمثيل شكله واو من توم هاردي بصراحه، يعني كميه، يعني شايفين يا جماعه ده بقى ده اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، ده اللي اسمه الهايب والاكسايتمنت، ان انت عايز تشوف حاجه. وده منظري فعلا، ان انا عايز اشوف، يعني اكسايتد بطريقه غريبه ان انا عايز اشوف الفيلم ده. يعني انا اصلا انا بعشق نوعيه الافلام دي، مش البايوجرافي بس انا بحب الافلام الجانجسترز اللي هي زي جاد فاذر وجود فيلس وكاسينو وايرش مان والحاجات دي كلها. يعني الفيلم ده شكله هيبقى فعلا تقيل، وكنت اتمنى بصراحه ان اللي يخرجه كان يبقى مارتن سكورسيزي، ما اعرفش ليه. يعني طلبت معايا دلوقتي ان كان نفسي مارتن سكورسيزي هو اللي يخرج الفيلم ده، ما اعرفش ليه. ويا سلام بقى كمان لو كانوا حطوا الباتشينو بقى في الفيلم ده، يا سلام لو كانوا حطوا الباتشينو سبورتنج رول في الفيلم ده، كان هيبقى حته فيلم عظمه بجد. يعني او حتى كنت هقول جو باشي، بس بلاش جو باشي، مع ان انا بعشق جو باشي، بس يا سلام لو كانوا حطوا الباتشينو معاه في الفيلم ده. يعمل اي حاجه، اي حاجه، اشوف بس الباتشينو كده جنب توم هاردي في فيلم جانجستر جديد. واو واو، انا بجد هايبت جدا. يعني هو تقريبا هيكلمنا على الفتره اللي هو خرج فيها من السجن، وطبعا تقريبا هو كمان متراقب من الناس. واو، I'm so hyped for this movie بجد. يعني الفيلم ده فعلا شكله هيبقى حلو جدا. نسبة ترقبي ليه طبعا 10 من 10 بكل تأكيد، بس أتمنى إن هو يعني ما يخيبش ظني، لأن التريلر بجد فعلا حلو وفعلا بجد تقيل. يعني يعني أخيرا هنتفرج على توم هاردي هيعمل حاجة زي كده. الفيلم ده أصلا أنا فعلا كنت مستنيه من زمان قوي، لما كان بينزل له صور ليه إن هو هيعمل دور الكابون، فأنا كنت متأكد 100% إن هو كان هيبقى، بصوا يعني توب التوب يعني. فطبعا متحمس جدا للفيلم زي ما انا قلت، الترقبي للفيلم 10 من 10 بكل تاكيد. وكويس خلاص مايو يعني على الابواب يعني. بس بالنسبه للتريلر ده ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.